السلام عليكم أعزائي المشاهدين، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج هنحب أيامنا. والنهاردة معانا ضيفة عزيزة عليا أنا شخصيا لأنها مش أول مرة تطلع معايا، هي الدكتورة سامية لطفي جاب الله استشاري نساء والتوليد والعقم. برحب بحضرتك يا دكتورة سامية، مشرفاني ومنوراني. الله يخليك، متشكرة. النهاردة يا جماعة إن شاء الله هنتكلم عن تأخر الإنجاب وكيفية علاجه. أول حاجة دكتورة بتشغل ناس كتير قوي من السيدات هي تأخر الإنجاب، يعني عايزين نعرف امتى الست تقلق وتقول انا في عندي تاخر انجاب. المفروض مش قبل سنه بعد الجواز يبتدوا يفكروا يقولوا اتاخرت ولا، لان طبيعي بتبقى البنت نقلت لحياه جديده وبيت جديد وزوج، ممكن يحصل لخبطه في الهرمونات تتظبط لوحدها تلقائي بعد سنه. تمام. لكن عندنا في مصر انت عارفه الناس من بعد شهر عايزين يسالوا وابتدوا يلفوا، وده مش صح، مش في صالح البنت. طيب هو السن المناسب ايه للانجاب يا دكتوره؟ ممكن كمان تبقى السن صغير. طبعا هو كتير دلوقتي بيجوا حامل ونولدها والبيبي ما بتسيبتش عشان ما فيش جواز، يعني مش من الجواز، ما فيش قسيمه جواز رسمي، ما فيش مستفرق رسمي. طبعا لا، والبنت لسه صغيره مش فاهمه حاجه، احسن حاجه ما بعد ال 20 لما قبل اخر ال 30 مثلا 37 38 ده المفضل. يعني اولا هتبقى البنت 38 ده سن كويس للانجاب، ما يعتبر يعني في سن الضياع، فخلاص. في حد بيقول بعد ال 35 بيكون حاجه مش كويسه خالص. لا عادي 37 38 وخلاص، لكن في ناس بعد ال 40 بتنجب، وعندي واحده على 52 كانت حامل، بس طبعا حاجات بتبقى نادره يعني. لا بس الاطفال بتبقى كويسه برضه حسب، لو هي يعني في بنت بتبقى كويسه وما فيهاش حاجه جاي البيبي مشوه حسب ربنا ما بيريد، لكن طبعا مش مفضل برضه. يعني هو السن اللي حضرتك عليه بعد ال 20، اولا بنت فاهمه وهتعرف تراعي البيبي ازاي، ويكون خلصت دراستها الى حد كبير، بدل ما بتجيني تبقى حامل ومشغوله عشان ميعاد الامتحان هيجي مع ميعاد الولاده، وبعدين هي حامل وتعبانه بنقول ريحي، ما تقدرش تريح، رايحه الكليه وبتركب مواصلات وهكذا. فطبعا صاحب بالين كذاب، فافضل تكون خلص دراستها تركز في حاجه واحده وتنجب، تتجوز براحتها، لكن الانجاب المفروض السن ده اللي بقول لك عليه. طيب تاخر الانجاب ليه عوامل كتيره جدا، عايزين طبعا نمسكها كلها كده، نقول 1 2 3 وبعدين نتكلم في كل حاجه على حده. هو طبعا الانجاب زوج وزوجه، فالاسهل نبدا بالزوج. تمام. شوف تحليل السائل المنوي اخباره ايه، عشان ما دخلش الست في متاهات ويكون المشكله مش بيور عند الراجل. فلو تحليله هو سهل ونشوف ايه الموضوع كويس نبتدي بالست. الست طبعا الانجاب عندها كذا حاجه، المبيضين، القنوات فالوب، الرحم، افرازات نفسها، عنق الرحم، المهبل، ده كل حاجه ممكن تشارك في ان ما يبقاش في انجاب. فالمبيضين مثلا هنعملها سونار نشوف اذا كان في تكيسات ولا لا، هرمون التبويض بنعمل له تحليل نشوف شدته قد ايه عشان نعرف السبب. مبيضين سلام بنشوف الانابيب، ممكن الانابيب يكون حوالين تساقات او مسدوده. طيب هننتقل لنقطه ثانيه، لو الام مثلا عندها بنوته، امتى تقلق عليها وتقول انا بنوتي لازم اوديها لدكتور او دكتوره علشان لو ما جالهاش الدوره؟ لو سن 14 وما ظهر لهاش لسه مظاهر البلوغ الثانويه اللي هو الثدي الشعر الحاجات دي، تقلق. لكن لو 14 وظهر مظاهر البلوغ الثانويه تستنى 16، حتى لو جه 16 وما فيش دوره لا نبتدي نعمل فحص. ممكن يكون في ايه يعني ممكن مثلا يبقى في تدخل نساء من حضراتكم؟ ساعات ممكن البنت تكون بتجيلها البيريود لكن ما بتنزلش، يكون عندها عيب خلقي، الغشاء مسدود تماما. وده خطر لان البيريود كده بتتحوش عندها، تبتدي تنفخ في المهبل، ممكن يضغط على المثانه يعملها احتباس بولي، لان البنت جايبه احتباس بولي، او بيجي لها مغص كل شهر. لو الام ذكيه وفاهمه، بنت مغص كل شهر و كل اعراض الدوره عندها لكن مفيش حاجه نازله، فممكن الدم بيرد في الرحم في الانابيب ويعمل اللي هي الخلايا المهاجره، فلازم ناخد بالنا من حاجه زي كده. غير بقى في عيوب تانية كتير، مثلا حاجه تكيس المبايض عند البنت، هرمونات مثلا ذكريه زياده عندها مش مظبوطه، تحتاج فحص طبعا. طب تمام، بس برضو ما يبقاش فيه القلق اللي الامهات بقى لا البنت اتاخرت عندها الدوره فدي مشكله كبيره، دي مصيبه. لا ما هو لما الدكتور بيفهمها بتهدى، ما كتير بيجيبوا للبنت كده لما بتفهم صح بتستنى. طيب وعدم تاثير البوريود ده بيتاثر على الحمل؟ يعني عدم انتظامها بتاثر على الحمل الى حد كبير، لان اكيد هرمونات بقى فيها خلل مش مظبوط. يعني عندك لو هرمون اللبن ده زياده اللي هو البرولاكتين بيضعف التبويض وياخر البوريود، لازم نشوف هرموناتها شكلها ايه، لو منتظمه خلاص اوكي. طيب ناخد اول اتصال تليفوني معانا النهارده، شاهندة من القاهره. الو. الو. ايوه شاهندة اتفضلي. صباح الخير، استاذنك اتواصل مع الدكتوره؟ اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. بستاذنك يا دكتوره، كنت عايزه اعرف رايك في تاخير الانجاب شويه بعد الجواز. ما بفضلهوش طبعا،
لان لازم الواحده تسيب اول تشوف ربنا سبحانه وتعالى هيرزقها ولا لا، عشان لو اتاخرت ما نقولش ان الوسيله اللي خدتها هي السبب، ويمكن يكون في اصلا عطل تاني المفروض كنا ناخد بالنا منه. لكن لو في ظروف شديده مثلا بتمتحن في حاجه معينه مضطره انها تاجل، برضو ما نفضلش الحاجات العامه، ممكن حاجات موضعيه يبقى تاثيرها بسيط قوي عن الحاجات التانيه، الحبوب واللولا ولولا ما بنصحش بيه نهائي لواحده لسه متجوزه جديد. هي الوسائل، شكرا يا جان. طبعا الوسائل كلها دكتوره اصلا يعني ممكن تسبب مشكله اكبر من ان انا ابطل خلفه شويه. طبعا طبعا، يعني انا ممكن يعني عايزه اقول ايه، ممكن يكون عندنا مشكله فدي هتفخم المشكله معايا. طبعا مظبوط طبعا. انا بقول لحضرتك هي ما بتسبب على طبيعتها، بنشوف ما يمكن تتاخر لوحدها ونحاول نشوف ايه السبب. انما لو خدت وسيله ممكن اقول دي مضاعفات الوسيله اللي خدتها. لا السؤال، طب هما بيتجوزوا ليه؟ بيتجوزوا عشان عايزين يتجوزوا. لا يعني انا مش عايزه اخلف دلوقتي خلاص. في ناس بتبقى مثلا ما لهاش خلق على تربيه الاولاد دلوقتي، او عايزين يستمتعوا بحياتهم شويه، او وراهم ظروف زي ما قلت لك، واحده هتمتحن في اخر سنه او مثلا في ماستر او كده، بتقول هاخر شويه بسيط لكن مش على طول. طيب نرجع تاني طيب ما هنستأذنك ناخد ام يوسف الاول من الاسماعيليه. الو ام يوسف معانا من الاسماعيليه. عليكم السلام. بس لو سمحت حضرتك عايزه اكلم الدكتوره. اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. انا كنت اول ما اتجوزت حملت على طول. تمام. وبعد كده قعدت سنه بالظبط وحملت تاني على ابني الاولاني، وبعد كده قعدت حوالي سنتين وبرضه فكرت احمل، فحملت بس حصل اجهاض بعد شهرين. تمام. ولغايه الان من شهر 4 اللي فات لغايه 12 اهو ما حصلش حمل. طيب عملتي عمليه كحت وتنظيف بعد ال ايوه عملتي بعد؟ طيب انت لو عايزه، انت كنت والده طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي، الاثنين اللي ولدتهم طبيعي. تمام. يبقى حضرتك الاول بتعملي سونار عند دكتور على المبايض تطمني، وتحاليل هرمونات. لو المشكله في التبويض ممكن تاخدي منشطات بس بجرعات برضو، يعني نبدا بالبسيط وبعدين الاقوى شويه وهكذا، لان احيانا بيحصل انسداد في الانابيب بعد بعد السقط وبعد القيصري، فلو المبيضين كويسين هتبتدي تشوفي موضوع الانابيب ايه اخبار. شكرا ام يوسف. معنا ايناس من القاهره. الو. طيب طيب معنا ام ايمن من اسوان. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. منور الشاشه يا دكتوره. الله يخليك، متشكره جدا. ربنا يكرمك. لو سمحت عندي سؤال. اتفضلي. الابره ابني حملت بس كان الحمل بره الرحم ومفجر. فكل ما تحمل هيكون كده بره الرحم؟ لا لا، هم شالوا لها انبوبه ولا لا؟ لا لا، هي صغيره يا دوب متجوزه لها 3 شهور. انا فاهمه اصلا حمل خارج الرحم لو انفجر ممكن بنشيل في انبوبه، بس معناه ان في انبوبه ثانيه سليمه. طب لا مش لا، حمل خارج الرحم ده بيبقى نادر الا لو في عيب في الانبوب اصلا طويل بزياده، او احيانا بيبقى فيه التواءات كتيره فالبويضه بترك. تمام. بس انصحها لو حملت ان شاء الله ولدت ما تاخدش الوسائل اللي هي بتساعد على حدوث حمل خارج. شكرا يا معين. تمام. في عندك اللوب، حبوب الرضاعه، الحقن من 3 شهور، الحاجات دي بتزود فرصه حمل خارج الرحم. لكن تمام. هي لو عملت فحوصات ان شاء الله هتحمل على طول. طيب الافرازات المهبليه بتاثر على الحمل ازاي؟ لو هي فيها حموضه زياده، درجه البي اتش دي حموضه زياده، دي ممكن تقتل الحيوانات المنويه. تلاقي الست تحاليلها المبيضين سلام، الرحم جميل، الانابيب سالكه، والزوج تحليله كويس ومفيش حمل. بيبقى في اجسام مضاده، الحموضه الزياده دي بتقتل الحيوان المنوي، ما بيوصلش الرحم. طبعا طبعا بالتحليل. لا تحليل معين. التحليل بقى ونشوف تحليل ما بعد الجماع ده بساعتين، ونشوف الاقي الحيوانات المنويه كلها ميته. ليها طبعا سيستم معين، لو نفع العلاج فيها كان ما كانش بنعمل بقى الحقن المجهري عشان نتعدى المنطقه اللي هي بتقتل يعني المانيا دي. ممكن الالتهابات المهبليه توصل الست للحقن ممكن توصل لان احنا بنحاول ندي ادويه تهدي الحساسيه وتقلل الاجسام المضاده، وبنخلي الزوج يلبس مثلا كندم عازل اثناء الفتره العاديه، اما وقت التبويض جماع عادي بدون عازل احيانا بيجيب نتيجه واحيانا لا. ما دول بقى الكابل اللي ممكن لو انفصلوا عن بعض كل واحد فيهم بيخلف عادي. سبحان الله. يعني طيب حاجه تانية برضو بنسمع عنها اشعه الصبغه يا دكتوره، ليها دور في علاج تاخر الانجاب؟ طبعا، لان الانابيب هي اولا تشخيص وعلاج. لما بنعملها تشخيص هتقول الانابيب مسدوده. تمام. احيانا انسداد بسيط هي بتسلكه فبتبقى كعلاج، لذلك في ناس بيعملوا الاشعه في نفس الشهر ممكن يحملوا،
انما لو التصاقات جامده بنضطر نعمل بقى منظار بطن اللي هو لابروسكوب ده عشان نقص الالتصاقات دي ونحرر الانبوب شويه. طيب انا اخد اتصال من ام مصطفى من مطروح. ام مصطفى الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم دكتوره. انا كنت عايزه اسال الدكتوره عن حاجه. انا اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. انا ركبت اللولب كذا مره فبيعمل لي مشاكل نزيف وكده، وخدت الابر اللي هي كل 3 شهور ودلوقتي حاليا انا ماشيه على البرشين. تمام. كل 21 يوم. آه. بس انا يعني بيحصل لي دايما مشاكل ولخبطه وحمل، فانا بفكر في ربط الانابيب، هل هو جائز؟ لان انا عندي غضروف في ظهري، هل هو جائز ان انا ممكن اربط الانابيب ولا في مشكله؟ ربط الانابيب برضو ليه سن معين، ما ينفعش تكوني صغيره مثلا قبل 35 وتعملي ربط الا في حالات قصوى، لو كان الحمل خلاص خطر على حياتك ومش نافع لك اي وسيله. ايه مضاعفات يا دكتوره بعد السن؟ مضاعفاته طبعا بيخلي البيرود زياده شويه، بيعمل احتقان في منطقه المد. وفي نفس الوقت ده تعقيم نهائي ما فيهوش رجعه. يعني لان احنا كان زمان نحط حلقه على الانبوب ممكن يوسع تاني ويحصل حمل، دلوقتي لا احنا بنقطع الانبوب تماما ونخيطه وخلاص نخلص. ففي واحده تقول لك ما انا مش عايزه، ما انا مش عايزه. كان عندي واحده مع 6 اطفال وراحت ربط، يا ستي قالت لي مش عايزه. تمام. حصل ظروف وجوزها توفاه الله وجوزة زوج تاني. فعايز بيبي. جت بتقول له خلاص احنا ياما حذرنا. فطبعا لا، هي بتركب لولب هرموني، لولب هرموني مش النزيف، بالعكس ده بيقل كميه الدم تماما. لا في ناس تانية برضو دكتورة كان على ذكر اللولب بيتكلموا ان اللولب بيعمل في الرحم، بيمسك في الرحم او بيغرس في الرحم، فهي ليه مشكلة يعني ده؟ اولا ما تسيبوش فترة طويلة. بيجيني ناس سايبينه 12 و13 سنة، ما ينفعش، لان لازم يعمل رواسب حواليه، هتعمل طبقة هتكسي، ممكن تلاقي بطانة الرحم كست عليه تماما ونضطر نشيله بعملية كحل. في نفس الوقت اللي بيركب طبعا مش اي حد، المفروض عارف يقيس مقاس الرحم قد ايه، اتجاهه فين، نوع اللوب نفسه، ما يجيش لوب مثلا ليه طرف حد ويركبه، ما هو ده يعني هيرشق. لا في انواع فلات، هو ده اللوب نفسه يكون كمان سبب في ان هو بيغرس في الرحم. ممكن نوع اللوب نفسه فلازم حد متخصص كويس اللي هيركب. طيب انا اخد ام عبد الرحمن من الجيزه. الو. ليه؟ ايوه ام عبد الرحمن. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. حضرتك انا بستعمل اللي هو الراس اللي بيرفع الحمل، فقعدت 8 شهور كل شهر تجيلي نقطه، وشهر تاني تجيلي نقطتين، وبعد كده شهر منعت، وبعد كده شهر جت، وبعد كده شهر الرضاعة منعت يا فندم. وبعدين نازله عليا افرازات خفت وخضرت. حبوب الرضاعه اللي استعملتيها؟ لا ده انا مش بتاع الرضاعه، الثاني ال 21 يوم العاديه. لا الحبوب ال 21 يوم لو حضرتك بطلتيها بعد 4 ايام تجيلك دوره عاديه، بس اقل من الطبيعيه بتاعتك شويه، لكن مش لدرجه نقع. يا اما تكوني بتستعمليها متواصله. ممكن ما تكونش متواصله. لا انا باخدها 21 يوم. ممكن تكون ما بتواصل. لا بتبطلها يا دكتوره. ببطلها وبتنزل بعديها ب 4 ايام بس، قاعدينها كام شهر بتجيني شهر وبتجيش شهر. ولما بتجيش بتاخدي برضو الحبوب؟ باخدها. طيب حضرتك ممكن تحللي هرمون اسمه برولاكتين، اللي هو هرمون اللبن. احيانا الحبوب بتخلي الهرمون ده نسبته تعلى، فبيخلي التبويض فعلا يقل ويعمل لها مشاكل. شكرا يا ام عبد الرحمن. طيب عندنا وسائل كتيره كنا اتكلمنا عليها برضو في اول الحلقه بتاثر على يعني على الانجاب بعد كده. ايه الوسيله اللي ممكن تاثر لو انا اصلا عندي فرصه ان انا يعني في الحمل الاول قعدت كتير قبل ما ربنا كرمني يعني؟ بصي هو عندك الحقن ام 3 شهور، هي والكبسولات اللي تحت الجلد. احيانا العينه لما توقفها تقعد فتره لما تحمل، واحيانا بتحمل على طول، بس معدل انها تاخر بيبقى اكتر. يعني اللوب برضو زي ما قلت لك ممكن ان هو ياخر، هو المفروض الطبيعي هو اللي منع الحمل، المفروض لما يحصل حمل على طول. احيانا بيعمل بقى التهابات، بيعمل مشاكل، فده ممكن ياخر. اما الحبوب العاديه اللي هي ال 21 حبه اللي بتبقى نوعين هرمون، دي غالبا مجرد ما توقفها مفيش مشاكل الا لو حصل ارتفاع هرمون اللبن ده. ده اللي اخرها. بس يعني لو واحد يعني لو عندنا مثلا ست وهي اصلا كانت بتتعالج قبل اول حمل. تمام. يفضل ان احنا نخلف، نخليها تخلف يعني حضرتك بتنصحها بيه؟ يعني تقولها مثلا ما توقفيش بين الطفل والتاني؟ لا، ما لو والدك قيصري لازم اقول لها توقف، ما ينفعش تحمل بسرعه عشان ما تجينيش بقى في الشهر السادس والسابع والام وخايفين على الرحم ينفجر والكلام. لو طبيعي مش مشكله، لو هي صحتها تسمح وامكانياتها الماديه تسمح، انما قيصري لا، نفضل ممكن بقى نقول لو الزوج متعاون يستعمل هو الطرق الطبيعيه او العازل، لو
يعني ولا بد ممكن تاخد حبوب اللي هي ال 21 حبه. تمام. ناخد منال من مطروح معانا يا جماعه. الو 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 ايوه منال اتفضلي. الو اتفضلي يا منال حضرتك معانا على الهوا. عايزه بس اكلم الدكتوره. اتفضلي الدكتوره مع حضرتك. انا سني 18 سنه. تمام. كام؟ 18 سنه. 18 انا 28 يوم الاثنين. لا علي الصوت عندي حضرتك شويه معلش. انا بقول لك هي 18 سنه. تمام. والدورة بقى لها 28 يوم الاثنين. 28 يوم؟ ايوه هي يعني هي في العاده 24 يوم الدورة. تمام. عندك اي استفسار تاني؟ هي انسه؟ إيه؟ حضرتك متجوزه؟ الغريبه لا. لا. انسه. بصي هو الطبيعي الدوره تيجي الطبيعي بتاعها من 22 ل 35 يوم. في ناس بتجيلهم بدري فلو اخرت الاربع ايام دي مش مشكله تستنى عادي لان ممكن تيجي لها على شهر. اقصى حاجه 35 يوم. ما فيهاش مشكله خالص. لو ما جاتش نبتدي نشوف بقى تحليل الهرمونات بتاعتها. طيب معانا مروه من اسكندريه. الو؟ الو؟ ايوه مروه اتفضلي. لو سمحت عندي سؤالين. اتفضلي. مامتي البريود بتجيلها هي عندها 49 سنة، البريود بتجيلها بتعب جدا لحد دلوقتي لسه بتجيلها. تمام. السؤال التاني. وأنا هعمل حقن مجهري عندي 22 سنة وعايزة أعرف الخطوات بتاعته بالظبط. حاضر تحت أمرك. تابعينا. هي دكتورة والدتها عندها 49 سنة والدورة بتجيلها بألم بتعب جدا. والله طبعا لازم تعمل سونار لأن أحيانا بيبقى في ورم لوفي في الرحم. ممكن يخلي الدورة تيجي بألام وتيجي كتيرة وغزيرة لأن بيبقى عامل مساحة كبيرة من الرحم. لو هو طلع فيه كده حسب بقى دكتور النساء هيعالجها ازاي هيشيله هيديها علاج. طيب بالنسبة للبنوتة بقى اللي هتعمل حقن مجهري طبعا المركز اللي هتروح هيفهمها لأن هيجهزها بنشاطات وبياخد ميعاد معين لتحليل الزوج بحيث بيحضره ويعملوا لها الحقن. بس هي 22 سنة حقن مجهري أكيد في مشكلة لا يعني قصدي حضرتك هي مستعجلة يعني سنا صغيرة لا في مشكلة. ساعات تحليل الزوج بيبقى قليل جدا بحيث ما ينفعش مع الإنجاب العادي نضطر نقصر الطريق عليهم على طول نقول حقن مجهري. طيب تكيسات المبايض يا دكتورة بتبقى عبارة عن إيه؟ وإيه بصي بيبقى فيها مشكلة بتخلي الخلفة إن إحنا نقول لا ده بيتأثر على الإنجاب. المبيض بيبقى الجدار بتاعه متليف شوية زيادة. فبيمنع خروج البويضة بالطريقة الطبيعية. تمام. فتلاقي البويضه مثلا ما طلعتش ما انفجرتش فبيحصل لخبطه في الهرمونات تمام. بالاضافه ان المبيض بيطلع كده نسبه من هرمونات الذكريه اكتر من الطبيعي. تمام. فتلاقي الدوره ما تجيش تلاقي البنت ممكن يجي لها شعر صوتها كده. فحسب نسبه التكيس في نسبه بسيطه طبعا بالسونار بتبان وبتحليل تبويض هرمون التبويض وكده. لو نسبه بسيطه بندي منشطات بس بليفلز يعني نبدا بالبسيط اقوى ما نزودش عن 3 شهور وندي ريست. تمام. لان المنشط لو ادينا بزياده هتدخل في هايبر ستيميليشن ده افراط فيه دي حاله ممكن تحتاج عنايه مركزه. تمام. فمش اي حد يدي منشطات لازم المتابعه ده. لو بقى هو نقطه مهمه جدا يا دكتوره طبعا لا في ناس يعني اغلب الناس منشطات ادي منشط على ده غلط عشان برضو الناس بتبقى مستعجله ما بتصبرش مع الدكتور يقول لها نمشي الشهر ده تحاليل وفحوصات وبعدين نشوف ايه. بالنسبه للتكيس بقى لو شديد لا بنعمله منظار من البطن على طول بيجيب نتيجة حلوة جدا. طيب معانا عبير من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا عبير. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي حضرتك معانا على الهواء. لو سمحت انا متجوزة اديلي 3 سنين. تمام. وما حصلش حمل خالص. فانا كشفت وعملت تحليل هرمونات طلعت الهرمونات عندي كويسة خالص وهرمون اللبن ما فيش. والدورة عندي منتظمة بس الحيوانات بتاعت زوجي عمل تحليل هرمونات طلع الهرمونات فيها ضعيفة خالص. تمام. وعنده الحيوانات المنوية شبه متشوهة وعددهم قليل وما بتكسروش بسرعة يعني. فمش عارفة دلوقتي أنا أعمل إيه حضرتك. أسلم حل بقى الحقن المجهري. لسه بقول لك لما يكون العدد عند الزوج ضعيف الحقن المجهري لان اقل حاجه هياخدوها وبينقوا طبعا السليم مش الميت والمشوه وبيعملوا الحقن وبيجيب نتيجه حلوه ان شاء الله. شكرا يا عبير. معانا ملاك من مرسى مطروح يا جماعه. الو الو ايوه الو اتفضلي حضرتك معانا على الهوا. انا كتبت بيتي قبل شويه افندم.
انا بقول لك سني 18 سنه. تمام. ده السؤال ال طب اتفضلي. لسه ما اتجوزتش. هو واضح ان حضرتك عندك مشكله في الخط معلش او في التليفون، فارجعي اتصلي بينا عشان فعلا مش سامعين كويس. عشان نسمع. شكرا ليك. طيب هنرجع تاني برضو لتكيسات المبايض. حضرتك قلتي ممكن يبقى فيه تدخل جراحي مظبوط، بيعملوا ايه يعني كي مثلا منظار البطن؟ بنعمل منظار، بنعمل كي عشان نفتح اماكن للبويضات تطلع. انا شفت انا منظار كده، فعشان كده بسال حضرتك يعني. واحيانا على فكره بعد المنظار نحتاج ندي علاج 6 شهور برضو، منشط وحاجات لحد ما يحصل حمل، لحد ما البويضة. وفي ناس مجرد ما اتعمل لها المنظار بتحمل على طول. متابعة التبويض يا دكتورة، اللي كتير من الدكاترة دلوقتي بيستنزفوا الناس، ولا هنزعل من الكلمة؟ لا. متابعة التبويض، تعالي كل شهر نتابع البويضة ونشوفها خرج كام في كام وكذا، وده حقيقي يعني؟ ده حقيقي فعلا. والله هو كويس لو هو الدكتور بيتابع لها صح. وبعدين مش كل يوم زي ما في ناس بيقولوا تعالوا كل يوم. لا هو مش كل يوم يعني. تقريبا هو 3 مرات او 4 في الشهر في الاول. بيعمل لها المتابعه بالسونار، بيعمل لها تحليل الهرمون كافي جدا، بيعرفني اذا كان بويضه متفجرت وطلعت كميه هرمونات كافيه ولا قليله. كل شهر؟ لا، هرمون البروجسترون ده بنعمله في اليوم 21 من بدايه الدور. لا بقصد يعني كل المتابعه يعني نقعد ما هو لو بيدي منشط المفروض هيتابع، عشان زي ما قلت لك ما تدخلش في الهايبر ستيميشن. هو المفروض منشط ما ينزلش عن 3 شهور وتاخد ريست. ماشي، ونشوف بقى ممكن يكون في سبب تاني يعني. هي لو خدت منشط وشايف ان بيجيب نتيجه، المفروض خلاص من الشهر ده المفروض البويضه كافيه وان يحصل حمل. لو ما حصلش اكيد في اسباب ثانيه. طيب كنت بدردش قبل الحلقه مع الدكتور بتاعي، فبنتكلم على وسائل تاخر الانجاب، فبيقول لي ده يعني اكتر حاجه كمان، او مش اكتر حاجه، ذكر لي موضوع كي عنق الرحم، فدي بالنسبه لي كانت جديده يعني. ده ممكن يساعد في كده؟ بص، هي القرحه لو كبيره، هي لو صغيره ملهاش اي لازمه، لو كبيرة هتضايق الست في انها تجيب افرازات كتيرة ووجع في ظهرها. الافرازات دي احيانا ممكن التهابات اللي احنا اتكلمنا عليها الاول. ممكن تعمل لها التهابات وكده، لكن لو هي الست مش حامل وعندها كمية افرازات الكتيرة دي والقرحة فعلا تعباها، بنكويها علشان ما تجيش وقت الحمل يبقى فيه التهابات ونضطر ندي ادوية وكده. لكن في ناس عاملاها شغلة والكي على طول، غلط. كتر الكي يعمل حاجة اسمها فيبروز، يعني تليف في عنق الرحم، بدل ما كان الست تولد طبيعي لانه مطاط يفرد. ممكن ما يفردش كتير، ما يفتحش الرحم، ونضطر نولدها قيصري بعد ما كانت تولد طبيعي. طيب ايهما افضل للست يا دكتوره، الولاده الطبيعيه ولا القيصري؟ في ان احنا نقول مثلا يعني هنأخر اكتر. بصي، الولاده الطبيعي ليها مزاياها وليها عيبها، وكذلك القيصري. الطبيعي طبعا هي كل الحكايه هنفتح من تحت التوسيع، وممكن ستات ما تفتحش توسيع. بس بتعاني بعد كده، سلس بولي، الشكل التجميلي مش كويس، بتحتاج لسه عمليه تضييق وحاجات زي كده. طبعا الناس اللي بتحب خلفه كتير عندهم الطبيعي بيبقى افضل. تمام. القيصري لا، عدد مرات مثلا، ولان دلوقتي بنوصل لخمسه وسته قيصري عادي. والله لسه هسال حضرتك، القيصري كام قيصري؟ والله دلوقتي انا عندي واحده مولودة 6 مرات قيصري. مفيش مشكله؟ هو طبعا بنحاول نحذر، وبلاش بعد 5 مرات كفايه والكلام ده، اكيد في ناس غاويه. طب ربنا يعني ايه العواقب بتاعتها يعني؟ ان انا مثلا اولد قيصري كتير فيحصل لي ايه؟ بصي، في بنات دلوقتي بتيجي تطلب القيصري بقها، وتقول لك حتى ما تقوليش قدام جوزي ان انا ممكن ينفع اولد طبيعي. ده طبيعي؟ لا عايزه وجع ولا عايزه تتفحص ولا بنات خايفه بزياده عن اللزوم. فانا عندي كذا واحده وصروا اولد قيصري. في ناس حسب حالتها، وضع الجنين مش كويس، رحم مش بيفتح، لكن في ناس ما بتحبش دلوقتي تولد طبيعي توفيرا للوقت والجهد وفلوس اكتر وهكذا. فدي حسب ضمير الدكتور بقى. المفروض انا بقول لها انت ينفع تولدي طبيعي؟ هتقولي لا قيصري، ولا انت حره؟ انا قلت لك ضميري وخلاص. ده حقيقي، هي عايزه بقى حر. ده حقيقي. لكن طبعا كل حاجه ليها مشاكلها. ما القيصري ممكن فتح بطن مره واحده يعمل سقط في الانابيب ويدخلك مشكله، ما تعرفش تخلف تاني، تحتاج منظر وهكذا. فعلا يا دكتوره الكلام مع حضرتك شيق جدا. الله يخليك. وطبعا بنعتذر على كميه التليفونات اللي جات لنا، بس ما قدرناش طبعا ناخدها كلها. وبشكر الدكتوره ساميه لطفي جاب الله، استشاري الامراض النساء والتوليد والعقم، كانت مشرفاني النهارده ومنوراني. بشكرك يا دكتوره، وان شاء الله نروح نفاصل ونرجع مع فقرتنا الثانيه وتاثير وسائل السوشيال ميديا على الشباب.